أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع امبارح الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والتحول لنظم الري الحديث، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تأهيل الترع بطول حوالي 2516 كيلومتر، ودلوقتي جاري تنفيذ 3870 كيلومتر، وانه في آلية متابعة ورصد بشكل يومي لأعمال التنفيذ في المحافظات اللي بيتم فيها المشروع.